الكلام مع حضرتك، وهو امر كان جميل ان حضرتك بتقول ان في مساحه وفي منابر اعلاميه قد تتمتع بالمساحه الكافيه او المطلوبه، وفق طبعا الضمير او ادراك الاعلامي نفسه للخطوط العامه الوطن والمرحله اللي بيمر بيها. لكن معانا كمان مداخله هاتفيه مهمه جدا، ورايي اكيد هنعتز بانه يشارك معانا في هذا الحوار الفنان الكبير والمخرج الكبير استاذ محمد فاضل. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا مساء النور. اهلا اهلا استاذ المحمدين. اهلا بحضرتك، ازيك؟ ازيك وعيشنا. كل سنة وانت طيب يا قمر. وانت طيب الله يخليك. انت معاك يعني ايه اقول ايه المبدع الاعظم في تاريخ الدراما المصرية. طبعا طبعا. ورمضان هو محمد فاضل، علامات الدراما المصرية هي محمد فاضل. طبعا استاذ محمد يعني غني بتاريخه واسمه واسهاماته الكبيرة في الدراما والفن المصري، وكل ما قدم اسهاماته الكبيرة جدا والممتعة على مدار سنوات بل عقود اكيد هي غنية عن التعريف وعن الحديث عنها. استاذ فاضل، هبدأ بالنادي الاهلي، حضرتك عايز تقول ايه لجمهور النادي الاهلي من خلال تشريفك ومشاركتك معنا في الحوار عبر الاهلي يحاور وعبر شاشة قناة الاهلي؟ هو طبعا معلش انا هخلي الكلام على الاهلي في الاخر، بس انا استكمالا لكلام الاستاذ محمد علي خير بالنسبه لرايي الاعلامي، انا شوف قعدت 50 سنه اعمل دراما، اشهد الله ما فيش في يوم حد من الايام جه قال لي اعمل العمل الفلاني وما تعملش عمل فلاني. مش انا بس على فكره، كل الجيل اللي هو قبل 2011 ما فيش حد، لا مخرج كبير ولا صغير، كان بيجي يقول لنا اعمل العمل الفلاني او ما تعملش العمل الفلاني. ليه؟ لانه فعلا كان في مناخ عام بيقول والله المبدع لابد انه يعمل من اجل الجماهير اللي بتشوفه، يقدم لها رساله مش مجرد انا حر، لا هو ده مش ضد الحريه، بقول لك ما حدش قال لي اعمل وما تعملش. اذا لابد ان المبدع هو جزء من الاعلام، انه يبقى عارف المجتمع رايح على فين. هو جزء من ضمير المجتمع ده يا استاذ محمد. طبعا لانه المبدع الغير مثقف ما يبقاش مبدع، انا رايي كده. والثقافه تعني ايه؟ انك بتعرف يعني ايه البلد رايحه فين، البلد بيجرى ايه، العالم نفسه فيه ايه، وبالتالي بتقدر تختار الموضوعات اللي ما حدش يقدر يقول لك عليها لا، ولا حد يقول لك انت ما بتعملهاش ليه. واللي هي استكمالا اللي حضرتك بتقوله بيتسق مع ويستكمل اللي قاله منذ قليل الاستاذ علي خير، انه هنا الاعلام الجيد، الدراما الجيده، الفن الحقيقي والاعلام الحقيقي بيبني في المجتمع وبيحل مشكلات بيعاني منها المجتمع. مش مجرد ان انا اعمل عشان اسلي الناس ولا اعمل سسبنس ولا اعمل اكشن عشان يقعدوا يتفرجوا عليا وخلاص، وما بيقوموا قدام التلفزيون خلاص بينسوا اللي اتقال. لا، الدراما التلفزيونية بالتحديد لها يعني دور كبير جدا في بناء الشخصية وتوجيه الناس وحاجات كتير جدا. وبعدين احنا يعني هنخاف ليه نقول ان والله انا بقول حاجة كويسة في صالح الدولة؟ لا، هي الدولة دي مش احنا، واحنا مختلفين معاها في حاجة. وعلى فكرة مش معنى اقول في صالح الدولة، ما انا بنتقد برضه، والنقد البناء ما حدش هيقول عليه حد. انا ماليش مسلسل توقف مثلا في حياتي كلها، عامل 50 مسلسل، ماليش فيلم توقف، مفيش مسلسل ما بتذاعش. اذا هي مساله عايزين نخرج بس، والنبي حاجه مهمه جدا في برنامجك الجميل ده، يا جماعه ده مش ضد حريه الابداع، انما هو واجب على الفنان. اما بقى حبيبنا الاهلي فطبعا نتمنى له في الرحله العظيمه دي طبعا كل خير، واعتقد ان احنا رايحين مطمنين. معانا 2-0، كان المفروض يبقوا اكتر طبعا، فاتمنى ان شاء الله تبقى رحله مثمره وعشان نمشي بقى في في في, في تفاؤل يا استاذ محمد بين جماهير الاهلي ان احنا ان شاء الله هيبقى لينا شكل مختلف باذن الله في المباراه الجايه، وان احنا قادرين على الفوز في ملعب لوكاس موريبي، ملعب بطل جنوب افريقيا سان داونز. طبعا لا ان شاء الله باذن الله. يعني الـ 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 الاداء اللي ادى بيه الاهلي في الماتش اللي كان هنا اعتقد لا يطمئن يعني.
طيب جميل. اخيرا فناننا الكبير ومخرجنا الكبير استاذ محمد فاضل، ماذا تود ان تقول عن خطوط عريضه او عناوين رئيسيه لشخصيه الكاتب الصحفي والاعلامي الاستاذ محمد علي خير؟ هو انا بيعجبني شخصيا في حاجه، انه بيخلي الحوار شعبي، يعني مش مهرجانات، لا شعبي بمعنى كلمه شعبي، يعني بيتكلم في اعقد الموضوعات ببساطة. أنا أعتقد ده، وده مش مدح ولا حاجة، ده فعلا ده حقيقة. الموضوعات المعقدة السياسية الاقتصادية الاجتماعية بيحولها إلى مستوى شعبي راقي، وده اللي كان مفروض الإعلام كله يبقى بالمستوى ده. يعني لا نغمض على الناس نعمل حاجات معقدة بقى وأعلى، ولا ننزل يعني في حاجات. طبعا احنا بلاش تتكلم عن حد، لكن حقيقي الاستاذ محمد علي خير هو ده اللي بيميزه في اي مكان، يعني من قناه لقناه بتابعه طبعا، لا ما بيتغيرش، هو يعني ما فيش حاجه اسمها قناه اثرت عليه. استاذ محمد فاضل اخيرا هطلب من حضرتك رغم الاسهامات والتاريخ الفني الكبير ده، الى اني الجا لاسلوب اخواننا الاجانب في بعض الاسئله بيطلق عليها يس نو كويستشن، سؤال باجابه مباشره نعم ام لا. المخرج الكبير استاذ محمد فاضل راضي حاليا رغم كم الفضائيات وكم الاعمال الدراميه وحجم الانتاج عن حال الدراما المصريه، اه ولا لا؟ لا 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 لا، وما ما غير نهايه الى ما لا نهايه. بشكرك جدا وشرفتنا حضرتك بمشاركتك معنا المخرج الكبير الأستاذ محمد فاضل.